والآن بزاف الناس في البوادي كيعانيو من لدغات العقارب والحناش. أصابت الأطفال اللي أعمارهم كتقل على 15 عام ضرورة لبس الصبابط وحوايج واقية ولو في فصل الصيف، وخاص تقلبوا الصبابط ديالكم قبل ما تلبسوهم والفراش والحوايج حتى هما، وتبعدوا على الحفاري خصوصا الدراري الصغار، ما يحركوش الحجر من بلاصتو وحضيو معاهم، ما يجلسوش في الربيع وفي البلايص اللي فيهم الحجر. وما تنساوش قولوا لنا واش فايت لكم، صادفتوا العقارب ولا الحناش؟ كان معكم ميكرو مغربي، تهلاو فراسكم.